انطلقت أعمال قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات جنوب مدينة سفاجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال أعمال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أهلا، بنيجي هنا بصفة شفت دورية تقريبا شهرية، فبيبقى في متابعات بالنسبة للحوامل وبالنسبة للمرضى، بيتم صرف العلاج والمشورة، والحالات الأكثر احتياجا بيتم أحالتها لمستشفيات عامة أو جامعية.